هذه هي قائمة المنتخب السوري اللي راح يشارك في نهائيات كأس آسيا في قطر 2024. القيمة التسويقية للمنتخب هي 16.5 مليون يورو، أما مدربهم فهو مدرب مصر السابق هيكتور كوبر. اختاريت اللاعبين التوب 5 من حيث القيمة التسويقية من موقع ترانسفير ماركت. أغلى لاعب في الفريق هو لاعب نادي الوحدة الإماراتي عمر خريبين بقيمة 4.5 مليون يورو، ويبلغ من العمر 29 سنة. يليه لاعب نادي جوهر الماليزي خليل الياس 27 سنة وقيمته 3 مليون يورو، ويحمل الجنسية الأرجنتينية والسورية. اللاعب الآخر هو لاعب نادي سلافيا براغ تشيكي أيهم أوسو 23 سنة، وهو من المغتربين اللي عاشوا بالسويد، قيمته 2 مليون يورو. وعلما بأن أيهم لعب مع المنتخب السويدي قبل سنة ضد الجزائر لكن قرر الانضمام للمنتخب السوري. يليه اللاعب بابلو صباغ 26 سنة، لاعب نادي ديبورتيفو لاكويداد سيغوروس الكولومبي، يبلغ قيمته 1 مليون يورو، وهو مغترب ويملك الجنسية السورية والكولومبية. واللاعب الآخر هو إيزاكيل العام، اللاعب السوري المغترب في الأرجنتين ولاعب خط وسط نادي اندبندنتي ريبادافيا في الدوري الارجنتيني الدرجة الاولى، قيمته 700 الف يورو وعمره 29 سنة. ويلعب في الدوري العراقي اللاعب فهد يوسف مع نادي الشرطة. منتخبهم الحالي بثمان لاعبين يلعبون بالدوري السوري من اصل 26 لاعب.